أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دشن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة كلية فاتل للضيافة رسميا خلال حفل افتتاح نظمته هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والذي جاء بالتزامن مع الاحتفال بيوم العالمي للسياحة، وذلك بمقر الكلية في منطقة الجسرة. وبهذه المناسبة قال الزياني: تدشين كلية فاتل الفندقية إضافة جديدة ونوعية إلى قطاع الضيافة بمملكة البحرين، كونها ستهاهم في تأهيل الكوادر الشابة لتستلم زمام المواقع السياحية المختلفة، بما يصب في نهاية المطاف في صالح تنمية القطاع السياحي النامي في مملكة البحرين. هذا وتسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض عبر تعاونها مع مجموعة فاتل إلى تدريب الكوادر الوطنية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتزويدهم بالمؤهلات المطلوبة لمساعدتهم على إيجاد شواغر ملائمة لهم. ويأتي هذا التعاون المشترك مع فاتل تحت مظلة استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية ضمن قطاع الضيافة والسياحة، مما يساهم في تعزيز الناتج الوطني تماشياً مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030. هو يوم سعيد بالنسبة لنا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بافتتاح معهد فاتل للضيافة والفندقة. هذا المشروع احنا سعينا فيه في الفترة السابقة، وتأكدنا من ان احنا ندخل مع شريك على مستوى عالمي لتواجد في اكثر من مكان في العالم ولا باع طويل في هذا المجال. الهدف فيه هو ان احنا نطلق برنامج متكامل من مملكة البحرين يخدم البحرين ويخدم المنطقة ككل في تهيئة عناصر وأفراد ليتبوأوا مراكز قيادية في قطاع الفندقة والضيافة. أعتقد ميزة البرنامج أنه هو برنامج نظري وعملي في نفس الوقت، فجزء من الدراسة اللي يقوم فيها دراسة تطبيقية وعملية، وبإمكانهم عمل ذلك في البحرين أو في أي من المواقع 31 الأخرى لمعهد فاتل حول العالم. اليوم احنا جدا سعيدين بتدشين كلية فاتل الفندقية بالتزامن مع يوم السياحة العالمي. هذه الكلية تعتبر من الكليات الرائدة في أوروبا، واليوم احنا الحمد لله راح نقدم برنامج بكالوريوس الأول من نوعه في الخليج في مجال إدارة الفنادق. هدفنا الرئيسي إن احنا نأهل الشباب البحريني إن يكونون موجودين في واجهة الفنادق وفي بهو الفنادق، اللي بيتخرج من كلية فاتل إن شاء الله بتفتح له الأبواب إنه هو يكون في مختلف قطاع الضيافة في المملكة. أيضا نشكر تمكين على الشراكة معنا في هذا البرنامج، حيث بنقدم 25 بعثة لأبنائنا وبناتنا البحرينيين اللي يقدمونها للخرطوا في هذا البرنامج، وإن شاء الله خلال 4 سنوات بيكون هناك ضخة كبيرة في البحرينيين والبحرينيات في قطاع الضيافة. قال الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا إن مشروع خط الصهر السادس للتوسعة بشركة ألبا يعد نقطة تحول في تاريخ مملكة البحرين وصناعة الألمنيوم في المنطقة. وأضاف الشيخ دعيج آل خليفة في تصريحه خلال انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارة الشركة لهذا العام أنهم مسرورون بتقدمهم بشكل آمن في خطتهم الموضوعة نحو النمو المستقبلي للشركة، حيث يهدفون لإنتاج أول معدن منصهر من خط الصهر السادس بتاريخ الأول من يناير 2019. خلال الاجتماع وافق المجلس على محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 9 من مايو 2018، كما اطلع على التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، وكذلك لجنة الترشيح والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بتراجع نسبته 0.12% مقفلا عند مستوى 1348 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 11,575,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوز 2,731,000 دينار تم تنفيذها من خلال 149 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة ما نسبته 78% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، كما نلاحظ مشاهدينا على الشاشة أقفلت جميع البورصات الخليجية في المنطقة الخضراء. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7,898 نقطة بارتفاع نسبة 0.06%، مدعوما طبعا بارتفاع مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية. ونتحول إلى بورصة الكويت الذي أقفل على ارتفاع نسبة 0.17% وأغلق عند مستوى 5,345 نقطة، وذلك بدعم من قوة التداول على أسهم قطاع الطاقة. وننتقل مشاهدينا إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدم نسبة 0.25% تقريبا بدعم من تقدم أسهم قطاع الاتصالات، فيما أقفل سوق دبي المالي متقدما بنسبة 1.81% مدعوما بشكل رئيسي من تقدم أسهم البنوك، في حين سجل سوق العاصمة العمانية مسقط تقدما هو الآخر نسبته نصف نقطة مئوية بدعم من تقدم مؤشر قطاع الأعمال. اتخذت ثلاثة بنوك مركزية خليجية قرارات برفع أسعار الفائدة بعد قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 25 نقطة أساس من 2.25% إلى 2.50%. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان نشر عبر موقعها على الإنترنت إنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس من 200 نقطة أساس. كما أعلن مصرف الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس. ومن جهة أخرى أعلن بنك الكويت المركزي عن تثبيت سعر الفائدة. وقال محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل إنه بدلا من زيادة سعر الخصم يواصل البنك استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها التي تشمل سندات وتورق البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية والتدخل المباشر. أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق أملا الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، والرامي إلى إرساء مفهوم جديد كليا للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج. وتوصف منطقة المشروع بكونها ريفيرا الشرق الأوسط نظرا لكونها امتدادا طبيعيا لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل. وسيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غرب المملكة. وسيوفر المشروع مشاهدينا فرصة استثنائية للمستثمرين والمشغلين من القطاع الخاص لتمويل أعمال التطوير والتشغيل لمرافق المشروع المختلفة. أكد حكم جديد صادر من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز لصالح موانئ دبي العالمية استمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في 31 من أغسطس 2018، والقاضي بمنع شركة ميناء جيبوتي التابعة للحكومة الجيبوتية من التدخل في إدارة الشركة للمشروع المشترك محطة دورالا للحاويات. وبحسب الحكم لا يمكن لشركة ميناء جيبوتي تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعنيين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة دورالا للحاويات بالتصرف في الشؤون المتحفظ عليها دون موافقة موانئ دبي العالمية. مشاهدينا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل.
أمازون تعتزم فتح متجر عام لها في نيويورك ليبيع الدمى والسلع المنزلية ومجموعة من المنتجات الأخرى. أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد 15.4% عن الشهر السابق، وذلك في أكبر انهيار خلال 10 سنوات. وينبه المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز 100 ومتشائمة عندما يكون دون ذلك المستوى. وفقدت الليرة التركية منذ بداية العام أكثر من 40% من قيمتها بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المتحكمة بالبنك المركزي. وقدر مصرف جي بي مورغان حجم الدين الخارجي الذي سيستحق خلال الأشهر 12 القادمة بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما اعتبره مؤشرا على احتمال حدوث انكماش حاد في الاقتصاد التركي. سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى طمأنة مسؤولي قطاع الأعمال إلى أن بريطانيا بعد بريكسيت ستكون مراعية للشركات، وسيكون لديها أدنى ضريبة على الشركات بين دول مجموعة 20. وعبرت ماي في كلمة أمام منتدى بلومبرغ الدولي للأعمال في نيويورك عن الثقة بأن بريطانيا ستتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل انسحابها من الكتلة في مارس 2019. وقالت أن بريطانيا في مرحلة ما بعد بريكسيت ستكون مراعية للأعمال بدون شك، مضيفة أن على الشركات أن تتطلع إلى العالم ما بعد بريكسيت بثقة. وتعهد حزب المحافظين التي تزعمها خفض الضريبة على الشركات من 19% حاليا إلى 17% بحلول 2020. تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية خلال آخر التعاملات مع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد اتهامات أمريكية بمحاولة التدخل في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتأتي الاتهامات بالتزامن مع جولة الأخيرة من النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث فرضت واشنطن تعريفات بنحو 10% على فاتورة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار تصبح 25% بدءا من العام القادم. وجاء الانتقام من بكين في هيئة رسوم بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% على فاتورة منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار. وفي قمة مجلس الأمن للأمم المتحدة قال ترامب إن الصين تحاول التدخل في الانتخابات النصفية الأمريكية والتي من المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم، وذلك انتقاما من موقفه إزاء التجارة. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وأوضحت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية أنها تعتزم فتح متجر عام لها في مدينة نيويورك لبيع الدمى والسلع المنزلية ومجموعة من المنتجات الأخرى التي تحتل تصنيفاً عالياً على موقعها الإلكتروني في أحدث مساعيها لدخول سوق تجارة التجزئة التقليدية. واعتماداً على ثروتها من بيانات العملاء، زودت أمازون المتجر بالسلع الأعلى مبيعاً لديها ومنتجات أخرى رائجة بين سكان نيويورك. ويمثل الإعلان عن المتجر الجديد أحدث خطوة تتخذها أمازون لغزو منطقة المنافسين مثل تارجت جروب التي اجتذبت الزبائن بمتاجر جديدة صغيرة الحجم. ويسلط الإعلان أيضا الضوء على اتجاه الشركة الأكبر في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية في العالم إلى المتاجر التقليدية لإرضاء الزبائن.